مشاهدو قناة الشروق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا في برنامج الحد الأدنى. نتشرف هذا المساء وفي هذه الحلقة أن نطوف في عالم الآثار والحضارة التاريخية للسودان، ونسعد بأن نستضيف في هذه الحلقة البروفيسور شارل بوني، الذي يعتبر الأب الروحي للاكتشافات الأثرية الحديثة في السودان. 53 عاما عندما كان هذا الفتى غض لهاب يأتي إلى السودان في مغامرة جديدة لاكتشاف الآثار وتاريخ الحضارة السودانية، كان القمح والوعد والتمني أنشودة ذلك الزمن الجميل. في عام 1964 وطئت أقدام البروفيسور شارل بوني أرض السودان، جاء باحثا عن مغامرة جديدة في عالم الآثار والاكتشافات، حيث كانت دراسة المصريات والحضارة المصرية القديمة هي التي تسيطر على الدراسات الأثرية في ذلك الوقت، ولكنه أراد أن يطوف على عالم جديد. شكك الباحثون في ذلك الوقت حول مغامرته في السودان، وقالوا له لن تجد شيئا يذكر في تاريخ السودان القديم، ولكنه أتى حاملا وعدا وإرادة ومثابرة ليباشر حفريات عميقة في تاريخ السودان، حتى أقام على اكتشافات أثرية أذهلت العالم وتم توثيقها من جديد، مما أدى إلى إعادة اكتشاف الهوية التاريخية للحضارة السودانية القديمة. مرحبا بك بروفيسور شارل بوني. أهلا وسهلا. Thank you very much. I think right now it is 53 years in Sudan. Yes, I am a very old man, I am afraid. You still look young in Sudan, at least. Well, I hope so. I want to follow. This is my problem. I will start my... دعنا نبدأ الحوار بروفيسور شارل بوني من محطة هامة، عندما أجرت معك صحيفة الجارديان البريطانية مقابلة صحفية، وذكرت فيها أنه في العام 1964 قبل حضورك إلى السودان قال لك بعض علماء الآثار ناصحين لا تضيع وقتك في السودان ولن تجد فيه شيئا يذكر. Yes, not only journalists but also people of Sudan. نعم، لم يقل ذلك صحفيون وحدهم، بل كانت تلك قناعة بعض السودانيين الذين كانوا يعتقدون أن التاريخ والآثار موجودة في مصر فقط. من يمتلك تاريخا غنيا بالآثار، وبالنسبة لي كان هذا اكتشاف، لأنني جئت للبحث عن الآثار المصرية في السودان، لكني أدركت مبكرا أنني اكتشف تاريخ السودان وآثاره وحضاراته القديمة، مما يعني تغيير وجهة البحث، أي ليس آثار مصر فقط في السودان بل أيضا ماضي السودان. ولا شك أن تاريخ وماضي السودان يثير الإعجاب. Yeah, I mean, and this is, and you have a famous, I mean, word. You said it before that it is wrong. نعم، بروفيسور شارل بوني، لديك كلمات مشهورة قلتها من قبل، أنه من الخطأ البحث عن آثار مصر في السودان، ولكن يجب بحث آثار السودان في الحضارة السودانية القديمة. You are right, but it is also an opportunity from Sudan to see Egypt from outside. صحيح، وهي أيضا فرصة للسودان لبحث الآثار المصرية من الخارج ولمعرفة الآثار من خلال البقايا الأثرية في السودان، وهي أيضا تعد فرصة لمصر لتتعرف على نفسها وتاريخها من خلال آثار الحضارة المصرية القديمة من خلال نافذة السودان. ولكنني أدركت حديثا أن المشكلة الأساسية لا تكمن هناك، بل هي بناء تاريخ جديد للسودان، لأن السودان يمكن أن يفخر بإرثه الوطني الكبير، وواجبنا نحن اليوم مساعدة السودان على إيجاد السبيل لبناء تاريخ إرثه الحضاري. And this is bring me actually to the civilized ancient civilization of Karma. Yes. Where you made like very famous discovery. نعم، هذه إجابة جميلة بروفيسور شارل بوني، لكن لدي سؤال آخر. الحضارة القديمة في كارما التي حققتم فيها اكتشافات بارزة في الدفوفة، واكتشافاتكم الشهيرة في العام 2004 حول الفراعنة السود، أي سلالة الأسرة 25 التي حكمت مصر من قبل. This is the first problem. There is two towns in Kerma. Mm-hmm.
هذه هي المشكلة الأولى. كانت هناك مدينتين، الأولى كرمة وبها الدفوفة وهي مشهورة قبل 200 عام، والمدينة الثانية تسمى قرية دوكي جيل وتعني الجبل الأحمر، وكان يوجد فيها الفراعنة السود. وجئت إلى كرمة لدراستها بتأني، لأن كل الناس اعتبروها مركزا مصريا مهما بالسودان، وأن مركز الدفوفة التذكاري الكبير وسط كرمة كانت مكانا للحاكم والسلطة المصرية. حسنا، كانت مهمة الأولى بحث النصب التذكاري، وكنت أجري بحثا أوروبيا حول الكنائس، مما يعني أنني أعرف التفاصيل التقنية لمثل هذه الأعمال. وكالعادة أن الدفوفة يتم بناؤها وتجديدها دائما، واكتشفت 40 مبنى مختلف، وكان من الصعب تحقيق التوازن في 40 مبنى في نفس المكان، وعليه فكرت فورا في الانتقال للمعابد. And you said in your book that Nubian pharaohs on the Nile. نعم بروفيسور شارل بوني، هذا يقودنا أيضا إلى ما ذكرته في الكتاب، حيث قلت أن الأتباع النوبيين على النيل في ذلك الوقت، أو الفراعنة النوبيين على النيل في ذلك الوقت، قاموا بتصميم المعابد على نمط مختلف عما كان سائدا عند الفراعنة في مصر. هذا الاختلاف الديني والقبول الذي تم لذلك التصميم يشير إلى وجود قيم من التسامح الديني وقتها في السودان، هل هذا صحيح؟ Well, surely, and the Egyptian proves that this tolerance. And حسنا، حقيقة أن المصريين أكدوا ذلك، واكتشفت أن كرمة كانت مدينة منظمة ومرتبة بدرجة أقل من المدن المصرية، وبها منازل ذات أشكال هندسية مربعة، وفيها مؤسسات مثلا دور العبادة ومعالجة أمراض الملوك القديمة والكنائس الصغيرة لممارسة الطقوس الدينية. لكن هل هذا يعني أن المدينة السودانية القديمة في كرمة كانت منظمة جدا كما يبدو من حديثك؟ Very well organized and influenced by Egypt. Naturally, you cannot live near an extraordinary country like Egypt. نعم، كانت مرتبة ومنظمة وتأثرت بالحضارة المصرية، ومن الطبيعي أن تتأثر بذلك إذا لا يمكن تجاهل تأثير الجوار والحضارة المصرية في المنطقة. وأيضا لاحظت أن بعض المباني، مثلا قاعة الضيافة، مستديرة الشكل وتبدو غريبة بوسط المدينة، وكان النوبيون في وسط مصر وينتشرون جنوبا. وهذه كانت أولى تجاربي، وعلى الفور اقترحت لزملائي أن كرمة كانت أول مملكة للسود في مصر، لأنها كانت مملكة مستقلة وملكها مستقل، ولا يوجد بها تأثير مصري مباشر، وكان الملك حر في تصرفاته وفي تنظيم نفسه حسب العادات النوبية القديمة. مثلا الأضرحة كانت مستديرة الشكل وليست مربعة. And this is bring me to the question that the granite statue. نعم بروفيسور البوني، هذا يقودنا أيضا إلى اكتشاف التماثيل المنحوتة من صخرة الجرانيت لفراعنة الأسرة الحاكمة، حيث لاحظ الجميع دقة التصميم وفن النحت وجمال الشكل بشكل فني مذهل ومتميز في معابد كرمة. هل يمكن أن تشرح لنا وتوضح للمشاهد الكريم هذا التميز الفني المذهل والجميل؟ Yes, naturally, we found a pit with 40 pieces of granite. نعم بالطبع، سأشرح لك ذلك. اكتشفنا حفرة فيها 40 قطعة من نحت الجرانيت، منها تماثيل مكتوب عليها اسماء الفراعنة وفرعون وملك نبتة، وكانت ذلك اكتشاف كبير، وكنت قلق جدا لأننا أحيانا نعمل بسرعة والسرعة تدمر معداتنا، ولا يسعني هذا إلا أن أتقدم بالشكر للحكومة السودانية، لأن 3 وزراء جاءوا لنا عقب هذا الاكتشاف وقالوا لي حسنا سوف نمنحك الفرصة للعمل بدقة والاستغلال زمنك، والشرطة والجيش تحت تصرفك وسيساعدونك. وحقيقة لم نجد فقط التماثيل، وجدنا ذهبا كثيرا وقطع حجار كريمة من اللازوردي. And how do you locate and position Karma ancient civilization? نعم بروفيسور بوني، يعني هذه الاكتشافات، ما هي الفترة التاريخية التي تم فيها بناء هذه التماثيل؟ هل تعود إلى فترة تاريخية محددة أم إلى فترة ما قبل التاريخ؟ Well, in fact, we pass after colonized peoples 300 years. حسنا، في الحقيقة تتبعنا أثر الاستعمار المصري إذا حكموا تلك المنطقة قبل 300 سنة.
جاءوا للسودان ونظموا ورتبوا الأشياء، وكانت عملية تنصير قوية جدا. لكن في تلك الفترة محل اكتشافاتنا فقد حدث العكس، لأن السودان هو الذي قام بحكم مصر في فترة الأسرة 25. يعني أن ملوك السودان هم من حكموا مصر في تلك الفترة، وهذه نقطة مهمة للغاية، وكانوا هم السلالة الأسرة النوبية 25 الحاكمة. هذا يفتح باب التساؤل حول ما هو دور التراث النوبي في مصر خلال فترة حكم السلالة النوبية من الأسرة 25 التي اشتهرت بأنها حكمت مصر. هل يوجد إرث وتأثير نوبي سوداني من الحضارة السودانية القديمة على مصر أثناء حكم الأسرة 25؟ What legacy is the war? It is, you can think to the modern time, legacy is sometimes difficult to find. نعم، كلمة الإرث هي كلمة حديثة نسبيا، لكن أبرز المظاهر في زمن الحرب. وإذا فكرنا في الزمن الحالي، من الصعب التعرف على مفهوم الإرث وإسقاطه على الحقبة التاريخية القديمة. في قديم الزمان كان النوبيون جنودا أقوياء ومقاتلون مهرة، والناس في مصر شاركوا في الجيش الفرعوني، وعلى إثر ذلك انضمت مجموعة من بلاد النوبة للجيش، وذلك يعني أن المصريين أيضا كانوا مهتمين أيضا بآثار تلك الفترة، وهذا ربما يكون أحد الأسباب. From historical point of view, a lot of people ask the question that هذه إجابة منطقية بروفيسور شالبوني حول تأثير الحضارة السودانية على مصر، ولكن إذا نظرنا تاريخيا الناس يتساءلون عن أسباب وجود عدد أكثر من الأهرامات في السودان مقارنة بمصر، ولكن في ذلك الوقت تبدو أصغر حجما. هل يوجد أي تفسير تاريخي لذلك؟ Well, because this pyramid arrived later and it's a kind of mood, I will say. حسنا، هذه الأهرامات جاءت متأخرة وكانت أشبه بالموضة، إذا كانت رغبة كبار الملوك امتلاك الأهرامات، كما كان هناك مشكلة في جلب مواد البناء. ونجد الأهرامات الكبيرة بالجيزة منذ 2800 عام قبل المسيحية شيدت بالحجارة ومجهودات الشغيل الجبار، ومن الصعب الحصول على مثل هذه المجهودات الجبارة فيما بعد. إذن في فترة العصور الوسطى عام 1400 حتى عهد تهراقة تم بناء عدد من الأهرامات بطوب مصنوع من الطين، والآن اختفت الأهرامات تماما وبات من الصعب العثور عليها لطبيعة المواد والطوب المصنوع من الطين، وكان ذلك فرصة لي للبحث عنها. وأخيرا بالبحث خطوة تلو الخطوة وجدت أهرامات مصنوعة من الطوب الطيني، لكن تم بعد ذلك أيضا بناء أهرامات شيدت بالحجارة. That's true. I mean, I would like just to, I mean, to shed some light on the on your discussion with. دار حوار طريف بروفيسور شالبوني بينك وبين الرئيس البشير، نقلت بعض أجزائه صحيفة الجارديان البريطانية. نريد أن نسلط الضوء على ذلك الحوار، حيث قلت للرئيس البشير نحن نبحث في السودان في عصر ما قبل الإسلام، والبعض تخيل أنه سيعترض ويوقف العمل وفقا للتصورات النمطية السائدة غير الحقيقية بالطبع، ولكنه قال لك استمر في بحثك حتى لو كان في الفترة قبل الإسلامية، وقد أخبرته أنت في الحوار أنك تبحث عن تاريخ أسلافي. Yes, surely they are the ancestor and the prophet. They well known also in the Islamic. نعم، فكرة الأسلاف صحيحة، وأن الرسل عرفوا في عهد الإسلام وكانوا مقدسين. وافتكر أن السودان دولة غامضة، عندما تتحدث للناس بعضهم لا يتحدث بسهولة عن الحياة عامة، ويتصف الشعب السوداني بالكرم وحسن الضيافة، ولكن الهوية السودانية معقدة ونحتاج لزمن طويل لمعرفتها. طبعا الرئيس البشير أيضا شخص مرح، وقدمت كلمة أمامه في كرمة، وكان معي جميع الناس الذين عملوا معي لفترة طويلة، وكانت فرصة لبعض الناس للالتفاف حولي وسماع ما أقوله. وفي النهاية سمعت عبارات الشكر والثناء، وتحدثت مع الرئيس البشير الذي قال لي أتمارس السياسة في السودان. And this is bringing me also to the question of identity. Did you discover that there is a unique independent certain identity? يبدو أن ذلك السؤال كان مفاجئا، لكن هذا يقودني أيضا بروفيسور شالبوني لسؤال حول الهوية.
هل اكتشفت من خلال التنقيب والأبحاث أن هوية الحضارة السودانية القديمة في كرمة كانت أصيلة متميزة ومتمايزة ومستقلة في ذلك الوقت؟ I am sure of that. I have the proof of that. And it is for this reason why. نعم ولدي ما يشبه ذلك وأنا سعيد بهذا. وخلال الموسم السابق اكتشفنا عدد من الأشياء المهمة في تاريخ السودان. كنت محظوظا ورفاقي لاكتشافنا الهندسة المعمارية الوطنية خلال 7 سنوات الماضية في كرمة. توجد الهندسة النوبية والهندسة المصرية وتوجد أيضا هندسة كرمة المعمارية المتميزة التي لم يتم اكتشافها بعد. وشيدت كل المدن في كرمة بالقرب من الدفوفة بشكل هندسي مربع، والدفوفة نفسها شيدت في شكل مربع. وفي قرية دوكي جول توجد مباني مختلفة تماما ذات أشكال هندسية مستديرة، وهذا دفعني لربطها بوسط السودان. وكانت مملكة النوبة حالة استثنائية لأنها كانت قوية آنذاك ولها خصائص أخرى، مثلا ارتباطها اللصيق بدارفور التي تبعد عنها آلاف الكيلومترات وكردفان وكسلة، وهذا يعني ارتباط السودان في ذلك الوقت. توجد 3 معابد ذات أشكال هندسية مستديرة مساحتها 30 متر، ولا توجد في مصر معابد ذات الأشكال الهندسية المستديرة. وفي أوروبا فيما بعد اكتشفنا المعابد المستديرة، والمعابد في السودان تختلف تماما عن معابد مصر. ويمكن أن نقارن معبد دفوفة وهذه 3 معابد نظمت بشكل استثنائي وكان لها عدد من المستويات. وعملت مع رفاقي البولنديين لسنتين خلت عبر مسوحات جيومغناطيسية برصد قوة المقاومة الارتدادية، مما يعني أننا تعمقنا في المسح لمسافة 2 متر تحت الأرض وخرجنا بخارطة نعتبرها كنزا، واستطعنا أن نرصد عددا كبيرا. وكان هدفنا لأننا لاحظنا عدد من النصب التذكارية الكبيرة والتماثيل، ولاحظنا ذلك في قرية دوكيجيل، وما اكتشفناه كانت مباني مستديرة ليس لها علاقة بمصر ولا بمملكة النوبة. Well, thank you very much for that. I mean, also would like to talk about, I mean, is it high time to talk about هل حان الوقت لإيجاد دراسات مستقلة للحضارة النوبية، حيث كانت تتم دراستها ضمن حقل الحضارة المصرية الإيجيبتولوجي؟ هل يمكن الآن تأسيس فرع مستقل في الآثار لدراسة الحضارة السودانية والنوبية القديمة بطريقة مستقلة تماما عن ما يسمى الإيجيبتولوجيا والحضارة المصرية القديمة؟ Yes, but under is something I think that Sudanology have. أعتقد أن الحضارة السودانية القديمة سودانولوجي تتميز بالثراء والغنى التاريخي ولديها دور لتلعبه في الوجود المستقبل. وأفتكر أيضا كان على الجيل السابق السعي لمعرفة ماضي وتراث السودان الغني، وهذا التراث ملك لكل العالم وليس للسودان أو مصر فحسب. هذا يعني أنه تراث عالمي. نعم، إنه تراث وإرث عالمي، وسوف يكون ذلك مثال يؤكد أنه وطنا غنيا بإرثه. ونحن اكتشفنا في الشتاء هذا العام معابد ذات شكل هندسي مستدير، وهذه المعابد الوحيدة في العالم ولا يوجد لها مثيل في العالم في تلك الفترة، ولا يزال تاريخها الهندسي يكتنفه الغموض. مثلا أحدهم كان مليء بالرمال الناصعة، وبداخلها وجدنا آثار حفرتين وركائز حولها. ولدينا اليوم خطة وفكرة لتجسيد فكرة المعبد على الخشب، لأنه آخر معبد يكتشف في الموسم السابق لفترة حضارة نبتة أو ما قبلها، وكل المعابد بنيت بالطين ولا يمكن فهمها بسهولة. مثلا نحن لازلنا نبحث جزءا من المعبد ولم ينتهي بحثنا حتى الآن، ووجدنا سلالم ومدارج بأشكال هندسية مختلفة وأبراج مستديرة معقدة جدا، وهذا يعني جميعها حضارات تنتظر الاكتشاف. وبالطبع لا أستطيع القيام بذلك لوحدي لأنني رجل كبير السن، لذا أرجو مساعدتي من قبل الجميع ومن زملائي الباحثين أيضا. In one of your interview with some European newspaper, you said that you do believe of other ancient civilization in Sudan and Kordofan. هذا يؤكد على استقلالية الحضارة السودانية القديمة، لكنك ذكرت في أحد حواراتك مع الصحف الأوروبية أنك تؤمن بوجود حضارات قديمة في كردفان، دارفور وشرق السودان، وجميعها ارتبط بمملكة كوش أو كرمة. هل ذلك يعني بروفيسور شالبوني أنها كانت مرتبطة مع بعضها البعض في ذلك الوقت، أي هذه الحضارات؟ Well, if you look at the Egyptian text,
when the army. لو نظرت إلى الكتابات المصرية القديمة خاصة عندما توغل الجيش المصري جنوبا نحو مملكة النوبة كانوا يواجهون تحالفا من عدة ملوك لمواجهة الغزو أي أنه ليس ملك كرمة وحده الذي كان يقاوم ضد التوغل المصري ولكن كان هناك عدد من الملوك والقيادات الحربية ضده أيضا وهذا ما يثبت تميز الهندسة المعمارية وأنها غريبة عن النمط السائد ولماذا ظلت الهندسة المعمارية مجهولة وأيضا كل أوساط السودان غير مكتشف في ذلك الوقت وهذا دافع رائع لأجيال السودان لاكتشاف الحقائق التاريخية جيل بعد جيل وفي دارفور وكردفان أيضا حقيقة لا نعرف ماذا حدث فيها في تلك الحقب التاريخية الماضية وهي حقب تاريخية مهمة لأنها تمثل حقب التكوين ويمكن القول أن وسط السودان توحد مع النوبة ضد المصريين وجاء المصريون إلى السودان لأسباب تجارية لتوفير الذهب سن الفيل ريش النعام والرقيق الذين كانوا يبحثون عنهم وللتحكم في الطرق التجارية أي العملية التجارية كان هذا مهما أيضا جدا. And this is also when I remember, I mean, the research of William Adams' Corridor to Africa. Yeah. This is bring us to the other side of civilization, the south. هذا يذكرني أيضا بروفيسور شالبوني بالبحث القيم الذي قدمه العلامة ويليام آدمز في كتابه الهام. الحضارة النوبية المعبر إلى أفريقيا وقد ترجمه البعض إلى رواق أفريقيا إذ ذكر ويليام آدمز أن الحضارة النوبية كانت قنطرة ربطت الشرق الأوسط بإفريقيا هل وجدتم في اكتشافاتكم الأثرية التاريخية ما يؤكد ذلك؟ There are still many evidence today. Well, I will say more than a corridor. نعم وجدنا عدد من الأدلة وكانت كرمة ليست مجرد معبر فحسب بل تمثل نقطة التقاء كل البضائع تأتي كرمة ثم توزع شمالا ليس مع مصر فقط بل مع غيرها مؤخرا اكتشف زميل وباحث نمساوي في الدلتا بمصر عددا من المناطق بها ملبوسات تنتمي إلى كرمة هذا يدل على وجود مستعمرة نوبية على البحر المتوسط وأعتقد أن هذا التحالف دحر المصريين منذ قديم الزمان لأن المصريين شيدوا حصونا في الشلال الثاني شمال كرمة من سعة 1000 متر لصد النوبيين وحماية أنفسهم وبنوا حصونا دفاعية قوية لأنهم كانوا يعرفون جيدا خطورة هذا الجيش النوبي آنذاك. Professor Charbonne, this is, I mean, to conclude this part, we'd like also just to talk about, could you identify a certain social identity and lifestyle? أنا شاكر لهذه الإجابة القيمة، لكن حتى نختتم النقاش في هذا الجزء من البرنامج. نود أن نتعرف على الهوية الاجتماعية والسلوك الجماعي ونمط الحياة لحضارة كرمة في ذلك التاريخ من خلال اكتشافاتكم الأثرية في تلك الفترة. You know, in archaeology, 7 years is nothing. Correct. كما تعلم أن 7 سنوات في بحث علم الآثار لا تعني شيئاً. وأنا ظللت أعمل لفترة 53 عاماً خلق. لم أعرف خلالها إلا القليل من تاريخ السودان لأن تاريخ السودان معقد كثيرا لذا أنا أطلب من السودانيين الشباب لمساعدتي قليلا لمعرفة الكثير عن التاريخ وعندما بدأنا لم تكن لدينا معرفة كافية ولكننا كنا نؤمن بأنه لا بد من بناء تاريخ السودان But you inspire a lot of researchers around the world just to follow your step in Sudan. Yes, we hope so. But when you speak about Adams, نعم وعندما تتحدث عن الباحث ويليام آدمز هو عمل زمنا طويلا وحقق اكتشافات رائعة وكبيرة خلال الفترة المروية ولكنني بدأت بحثي في التاريخ القديم من العام 2000 إلى العام 3000 سنة قبل ميلاد المسيح وتلك كانت فترة تنظيم الأقاليم وكانت مهمة جدا لأنها كانت فترة مقارنة مع مصر وكانت مهمة أيضا لبناء الحدود وتنظيمات الحياة وتعقيدات الدولة وهي فترة استرداد الهوية السودانية وأعتقد أنه خلال تلك الفترة تكشفت ملامح الهوية الوطنية السودانية Professor Charbonne, thank you very much for that. I would like to take a short break, then we come back. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مجددا، حيث نواصل الحوار مع البروفيسور شارل بوني الذي يعتبر الأب الروحي اكتشافات تاريخ الحضارة السودانية القديمة، وهو منذ 53 عاما يواصل اكتشافاته بصورة سنوية دارجة في شتاء كل عام، وقد تخصص في اكتشافات كبيرة جدا في منطقة كرمة، وقد تحدثنا حول الاكتشافات التي تمت وتاريخ السودان القديم وهويته وأصالته وعلاقته بالعالم القديم، خاصة الحضارة المصرية القديمة والحضارة الأفريقية. نواصل الحوار معه في هذا الجزء من البرنامج. Welcome back once more, Professor Charles Bonnet. Thank you for your invitation. I mean, this time would like to, I mean, if you could explain to our viewers and audience, I mean, your recent discovery. في الجزء الثاني من هذا الحوار بروفيسور شارل بوني، نود أن توضح للمشاهدين اكتشافاتكم الحديثة في هذا العام السابق، وما الجديد في اكتشافاتكم في هذه الفترة؟ أنت قد أنهيت موسما شتويا واعدا في الاكتشافات، هل عرفتنا على آخر اكتشافاتك في هذا المضمار؟ Well, in fact, we are going step by step deeper and deeper and we try to reach the older level with meticulous work, with a general view, and naturally we first understood the Meroitic period in Duktigel. After that we understood the Napatan period and we found this extraordinary cache of statues, and we go down and we found the Egyptian period of colonization of this town, and it was very impressive because for us we understood that many architectural remains are very well preserved, and it is an opportunity to understand, to do Egyptology in the Sudan and to understand many things about the architecture of the Egyptian in Sudan. But only 7 years ago, we found a religious complex with two little temples, a palace, and began a completely different increase, because it was for us the opportunity to understand the lowest level, that means from 3,000 years till 1,500 years. That means very old. It is the very beginning of the history of the Sudan. Yeah, there is a prehistory before, but the history with complex state, it is the organization of the Sudan. And for us, it is marvelous to understand this period. There is a historical question, Professor Bonny, because some people argue that the Abyssinia, the Ethiopia, the old Ethiopia before, has a real effect on Kushite civilization or Karma civilization. Did you find any kind of historical evidence to that link with? هذا مثير للإعجاب بروفيسور شارل بوني، لكن هذا يقودنا إلى سؤال تاريخي يعد مصدر جدل بين النخبة السودانية، حيث يتجادل بعض الناس ويقولون ويزعمون أن أثيوبيا القديمة كان لها تأثير على الحضارة الكوشية أو حضارة كرمة، ويزعم بعض الناس أنها قد غزت الحضارة الكوشية. هل تدل اكتشافاتكم التاريخية على هذا المنحى من الزعم التاريخي؟ No, in fact, Ethiopia is a little like Central Sudan. It is unknown. Well, we have ideas about Yeha, for example, a very old. لا في الحقيقة أن أثيوبيا تشبه وسط السودان، وهي أيضا ظلت مجهولة ولدينا أفكار عن المجمعات الدينية القديمة. ويحتاج التاريخ الأثيوبي لبناء أيضا، ونعرف تاريخها جزئيا في عهد المسيحية. مثل كنيسة لالي بيلا، ولكن ماضيها يحتاج أيضا إلى اكتشافات. Yeah, I mean, and this is, and you have a famous, I mean, word. You said it before that. نعم، بروفيسور شارل بوني، لديك كلمات مشهورة قلتها من قبل، أنه من الخطأ البحث عن آثار مصر في السودان، ولكن يجب بحث آثار السودان في الحضارة السودانية القديمة. You are right, but
it is also an opportunity from Sudan to see Egypt from outside. صحيح، وهي أيضا فرصة للسودان لبحث الآثار المصرية من الخارج ولمعرفة الآثار من خلال البقايا الأثرية في السودان، وهي أيضا تعد فرصة لمصر لتتعرف على نفسها وتاريخها من خلال آثار الحضارة المصرية القديمة من خلال نافذة السودان. ولكنني أدركت حديثا أن المشكلة الأساسية لا تكمن هناك، بل هي بناء تاريخ جديد للسودان، لأن السودان يمكن أن يفخر بإرثه الوطني الكبير، وواجبنا نحن اليوم مساعدة السودان على إيجاد السبيل لبناء تاريخ إرثه الحضاري. And this brings us to this book, I mean this marvelous book that is we all celebrated, that you documented the discovery of 2004 about the Black King on the Nile. حيث قمت بتوثيق هذه الاكتشافات في كتاب حمل اسم الملوك السود على ضفاف النيل. هذا كتاب رائع بلا شك، وفيه توثيق أيضا معمق وجميل، وقد وثقت الاكتشافات التي قمت بها في العام 2004 حول الملوك السود على ضفاف نهر النيل. هل يمكن اطلاعنا على فكرة مختصرة على هذا الكتاب ومحتوياته ومضمونه؟ Well, naturally this is nothing to do with our last discoveries. بالطبع، ولكن هذا ليس له علاقة باكتشافاتنا الأخيرة. اكتشفنا عدد من التحف الآثرية منها ملوك كوش حوالي 10 سنوات مضت، وكانت فترة جميلة مع رفاقي. وجدنا هذه الحفرة المستديرة وبها 4 تماثيل، وفهمنا أنهم آخر ملكين للأسرة الخامسة والعشرين الحاكمة. لكن بعدها اكتشفنا 3 ملوك لعهد حضارة نبتة، وكانت فرصة لنا للعمل بحذر ومراعاة كافة التفاصيل. وعرفنا أن التماثيل غطت بالذهب وصفق الأشجار والحجارة الكريمة، وكانت في غاية الروعة. This will bring us to the question about the role of women. نعم، هذا يقودنا إلى سؤال يعتبر تقليدي وتاريخي بالطبع، حتى لا نتهم بأننا معادين للنوع وللجندر. وسؤال يصب تلقائيا حول دور المرأة خلال الفترة الحضارة السودانية القديمة. Well, difficult question because as I told you, I know something. حسنا، هذا سؤال صعب، لأن كما أخبرتك من قبل أنني أعرف بعض الشيء عن تاريخكم. وكان للمرأة دور مهم خلال الفترة المروية، وحقيقة كان للمرأة دور كبير. عندما كنت أبحث في بعض المقابر في حضارة كرمة، وجدت جثمان الرجل وحوله أفراد عائلته، ولا نعرف بالضبط لماذا. هل قررت الأسرة دفنها مع عائلتها؟ وهل يمكن ذلك؟ وفي بعض الأحيان أيضا نجد جثمان المرأة وحولها أفراد عائلتها. نعم، يبدو أن ذلك يعتبر مدافن أسرية، هذا لا يوجد في تاريخنا الحديث. And I think that women have a role to play. And naturally, we found many remains in the houses, and we can understand the daily life of the people and women have surely a role to. Well, thank you very much for that. I mean, also would like to talk about. Is it high time to talk about? هل حان الوقت بإيجاد دراسات مستقلة للحضارة النوبية، حيث كانت تتم دراستها ضمن حقل الحضارة المصرية الإيجيبتولوجي؟ هل يمكن الآن تأسيس فرع مستقل في الآثار لدراسة الحضارة السودانية والنوبية القديمة بطريقة مستقلة تماما عن ما يسمى الإيجيبتولوجيا والحضارة المصرية القديمة؟ Yes, but under is something I think that Sudanology have. أعتقد أن الحضارة السودانية القديمة سودانولوجي تتميز بالثراء والغنى التاريخي ولديها دور لتلعبه في الوجود المستقبل. وأفتكر أيضا كان على الجيل السابق السعي لمعرفة ماضي وتراث السودان الغني، وهذا التراث ملك لكل العالم وليس للسودان أو مصر فحسب. هذا يعني أنه تراث عالمي. نعم، إنه تراث وإرث عالمي، سوف يكون ذلك مثال يؤكد أنه وطنا غنيا بإرثه. ونحن اكتشفنا في الشتاء هذا العام معابد ذات شكل هندسي مستدير، وهذه المعابد وحيدة في العالم ولا يوجد لها مثيل في العالم في تلك الفترة، ولا يزال تاريخها الهندسي يكتنفه الغموض. مثلا أحدهم كان مليء بالرمال الناصعة، وبداخلها وجدنا آثار حفرتين وركائز حولها. ولدينا اليوم خطة وفكرة لتجسيد فكرة المعبد على الخشب، لأنه آخر معبد يكتشف في الموسم السابق لفترة حضارة نبتة أو ما قبلها،
وكل المعابد بنيت بالطين ولا يمكن فهمها بسهولة. مثلا نحن لازلنا نبحث جزءا من المعبد ولم ينتهي بحثنا حتى الآن، ووجدنا سلالم ومدارج بأشكال هندسية مختلفة وأبراج مستديرة معقدة جدا، وهذا يعني جميعها حضارات تنتظر الاكتشاف. وبالطبع لا أستطيع القيام بذلك لوحدي لأنني رجل كبير السن، لذا أرجو مساعدتي من قبل الجميع ومن زملائي الباحثين أيضا. I mean in the museum of Munich and in Berlin at the Egyptology side. كما قلت لك بروفيسور شارل بوني في مقدمة الحلقة أنك تبدو أكثر شبابا، لكن عفوا لتوجيه الحوار نحو وجهة جديدة فيها كثير من الزعم والاتهام، حيث يحتوي متحف ميونخ وبرلين بألمانيا على قطع نادرة من الذهب للملكة السودانية أماني شخيتو، وقد شاهدت ذلك بنفسي وبأم عيني بعد أن تمت سرقته من مدفنها الملكي بالسودان. كما توجد أيضا آثار سودانية قيمة في المتاحف البريطانية. هل تتفق مع الرأي القائل بضرورة إعادة المقتنيات والأثار التاريخية إلى أوطانها الأصلية؟ هذا بالضرورة لا يعني السودان بالطبع، لكن هناك دول أخرى وبعض هذه الأثار التاريخية قد تم سرقتها من بعض المقتنيات في هذه الدول وذهبت إلى أوروبا تحت مختلف الظروف والملابسات. هل تتفق مع هذا الرأي بضرورة إعادة هذه المقتنيات التاريخية إلى أوطانها الأصلية؟ You know, I am belonging to a rich country, Switzerland. Correct. I was in charge of all Geneva region, and I saw in my life and my work daily life that many old buildings was disappearing in my own country, and I was very, very afraid of that. And I tried to do my best work to save this building, and it was building of 1,000 years ago. And when I think to the Sudan, your country has an enormous country. Geneva is a very small part of the world, but you have an enormous country where every day there is a new field, new houses, new roads. And I think that this piece of gold, Malish, they are there, people can go there to see it. They are not belonging to the people, they are belonging to the world. That means you have to preserve the patrimony. نتمنى أن يتحول السودان إلى متاحف كبيرة. بالطبع للناس الحق في الحياة كما للمزارع الحق في ممارسة أنشطته الزراعية، ولكن المشكلة هي أيضا سبيل لحفظ التراث السوداني الكبير وجعله متاحا للجميع للمعرفة والتعلم. وهذا ينطبق أيضا على ذهب الملكة السودانية في متحف ميونخ بألمانيا، لأن الأهم هو الحفاظ عليه وعرضه للناس. هل يمكن ذلك؟ لابد من توفير الوسائل والمتاحف لحفظ التراث. But honestly, this is a question. بالطبع أتفق معك في ذلك. بروفيسور شالبوني، هل تعتقد أن السودانيين لديهم المعرفة والوعي التام لتقييم تاريخهم الحضاري؟ I think so. This is your identity. I am more and more convinced that majority. أعتقد ذلك، وهذه هوية السودان، وأنا أؤمن تماماً أن كثير من السودانيين لديهم اهتمام بالتاريخ وبالماضي. ومثلا أسسنا متحف في كرما، وكان المشكلات هي حضور الرجال فقط لهذا المتحف. هذه طبعا طرفة، لكن هذا هي سمات المجتمع التقليدي. نعم، مجتمع تقليدي، لأن النساء ليس لديهن الحق في الذهاب إلى السوق والمتحف، وهي فكرة المجتمع التقليدي. وقررت على الفور أن أحدد يوما مفتوحا لزيارة النساء، وبعدها أصبح كل أفراد المجتمع صغار وكبار والرجال والنساء يرتادون المتحف. هذه فكرة جيدة بالطبع، لكن نحن نحاول تشجيع السياحة الداخلية خاصة للأماكن التاريخية. Yes, for example, today we have 40,000 people visiting this museum. نعم، وقد وصل عدد زوار المتحف اليوم إلى 40,000 زائر، يأتي غالبهم من الخرطوم، وتبدو عليهم علامات البهجة، وأنا سعيد بوجود السودانيين في المتحف. والمشكلة تكمن في بناء تاريخ السودان، وللقيام بذلك نحتاج إلى زمن وجدية، وأنا أساعدكم. ونحتاج أيضا لطلاب أذكياء، وأنا سأتحدث أثناء زيارتي للطلاب بالجامعة عن أهمية الخطوة. وكنت بالأمس في الكلية أشرح التاريخ للطلاب بالتخصص، وأفتكر هذه مسؤوليتكم أنتم لتعريف الصغار عن أهمية التاريخ.
another question that goes to the to your interaction with the normal people for the 53 years. هل يمكن أن تصف لنا علاقتك الإنسانية والعملية مع أفراد ذلك المجتمع لمدة نصف قرن من الزمان؟ You know, it is my family. It is my friends. Correct. These people, some of them responsible, came in Switzerland. They saw that. حقيقة أنهم أسرتي، أنهم أصدقائي، وبعضهم جاء وزارني في جنيف ورأى كيف تتشابه الزراعة بين سويسرا والسودان، وفهموا أيضا أنني لم أكن باحثا عن الثروات أو سارقا للمكتشفات والذهب والأموال لأعود بها إلى بلدي. وفي الحقيقة يجب أن أعترف أننا لم نجد كثير من الذهب. أنني أمكث 3 أشهر في السودان في كل سنة، ولدي أصدقاء وأنا سعيد بذلك. We have last two questions, Professor Bonnet. لكن كيف استقبلت دول العالم وعلماء الآثار على وجه الخصوص اكتشافاتك في السودان بعد فترة من الانتظار والتشكيك؟ ولا شك أنك قدمت عروضا مختلفة عن اكتشافاتك في السودان في مؤتمرات دولية في معظم أصقاع العالم، وكنت متابعا لزيارتك الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قدمت محاضرة عن الحضارة السودانية القديمة في مدينة بوسطن. نعم، كنت في بوسطن، قدمت محاضرة، وأيضا التقيت بالنوبيين هناك، جاءوا من مختلف المدن من نيويورك وواشنطن. هذا جيد، لكن هذا يعيدنا للسؤال مجددا، كيف ينظر العالم خاصة علماء الآثار لاكتشافاتك التاريخية في السودان؟ Well, I think that there is a change actually, because for all the world. أعتقد أن هناك تغييرات كبيرة، لأن العالم كان يفهم أن السودان جزء صغير أو ثانوي من الحضارة المصرية لوجوده على مجرى النيل. وأعتقد أنه يجب على مصر أن تفهم أيضا أن السودان دولة أخرى ذات هوية أخرى، وهي فرصة جيدة لمصر لأنها دولة ذات إرث كبير في السودان كما هو في مصر. وهذا ليس حربا، هذا تاريخ، وتاريخ أوروبا يختلف في ألمانيا عن إنجلترا وهكذا. يجب علينا قبول هذا الاختلاف الذي يبني فكرة جديدة حول الشعوب. ومشكلتنا اليوم إيجاد سبيل لإيقاف الحرب عبر التاريخ، ونكون مثل السودانيين في الكرم والجود وحسن الضيافة. I mean, could you find any link between all these ancient civilization indicators؟ دعني أقول لك لا أجد أفضل من هذه الإجابة على هذا السؤال التاريخي، لكن هل وجدت التواصل وعلاقة اتصال بين الحضارات القديمة وحاضر السودان اليوم؟ إذا لم أكتشف ذلك سأكون عديم الفائدة. يجب علينا تعريف الأجيال بتاريخها الماضي. الجذور التاريخية للماضي هامة حتى نتعرف على الحاضر، وحقيقة ربط الماضي بالحاضر ومعرفة الحقائق اليوم. قبل 50 عاما لم يكن الماضي معروفا أو مقبولا، أما الآن فالوضوع مختلف في كل المدارس والجامعات، فإن دراسات الحضارة السودانية سودانولوجي أصبحت حقيقة وتتقدم كل يوم. And this is bring me to a very important question. I hope is not. هذا جيد. لدي سؤال ربما يبدو مثيرا للحساسية، حيث أن بعض الناس يعتبرون أن تراث الحضارة النوبية القديمة هو ملك لبعض المجتمعات على الحدود السودانية المصرية، ولا تعتبره ملكا للجميع. ولكن بالطبع هذه فكرة غير سليمة وغير صحية، خاصة وأنه تاريخ يملكه الجميع وأصبح تراثا إنسانيا. كيف ترى هذا الرأي والمنظور الذي يقدم مثل هذه الحجج والبراهين؟ Can we say that Egypt is belonging only to the Egyptian? I don't think so. هل يمكن أن نقول مصر هي ملك للمصريين فقط؟ لا أعتقد ذلك، وأن مصر اليوم تعتبر ذات أهمية قصوى لعرض نماذج من الحضارات القديمة، والسودان يمكن أن يؤدي ذات الدور بعد نماذج من الحضارات القديمة. فالسودان هو حلقة تواصل بين شمال العالم ووسط أفريقيا، وهذا دور مرموق للحضارة السودانية. وسحر وأسرار التاريخ الحضاري للقارة الأفريقية ما يزال بعضه مجهولا ولم يكتشف بعد، ولا بد أن نسعى ونعمل بقوة لتثبيت هذه الحقيقة. We have only one minute remaining. I will give you the chance just for the final message to the. أخذنا هذا الحوار الممتع دون أن ننتبه للوقت بروفيسور شارل بوني، ولكن تبقت لنا دقيقة واحدة. في ختام هذه المقابلة، ما هي رسالتك الأخيرة للسودانيين من النخب والمهتمين بأعمالك العلمية؟ وهل يمكن أن تعطينا أي مؤشرات أو أفكار؟ Well, we'll try to do our best. But I am an old man now, and this is complicated.
نحاول نبذل قصارى جهدنا، وأنا رجل متقدم في العمر ولا شك أن العمل المستقبلي يتسم بالكثير من التعقيد، وما زلت أعمل بقوة ومثابرة، لكنني أدرك أنني في نهاية عمري. لكن أريد أن أعطي السودانيين الدليل العلمي على أن التاريخ حاضر بيننا وأنه تاريخ حافل بالكثير من الإنجازات، وهذا تاريخ عجيب. And this is much highly appreciated by the Sudanese people that you help them discover. هذه عبارة مؤثرة، وأطال الله عمرك للاكتشافات العلمية. لكن هذه رسالة تقدير واحترام من كل وجميع أهل السودان لكل ما قدمته من جهد علمي خلال 53 سنة الماضية في محاولة لاكتشاف هويتهم التاريخية، مما أكسبهم الفخر والانتماء لتاريخ عظيم وحضارة إنسانية عريقة. وقد تم التعبير عن آيات الشكر والتقدير للبروفيسور بوني بالتكريم الحافل من السيد رئيس الجمهورية الذي قلده وسام النيلين من الطبقة الأولى، عرفانا بمجهوده العلمي وما حظ به من تقدير ووفاء من كل السادة من السودانيين. أعزائي المشاهدين، لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر البروفيسور شارل بوني على ما تقدم به من إفادات وتطواف حول حضارات السودان القديم والمعنى الذي اختزنته تلك الحضارات في العلائق الممتدة مع أطراف الحضارة الإنسانية في ذلك الوقت، وأيضا الدور الهام الذي لعبته الحضارات السودانية القديمة في إسهامها الباذخ تجاه حضارات العالم الأخرى، وكذلك على مجهودات البروفيسور شارل بوني على اكتشاف الحضارة السودانية القديمة. تقدم إليكم بالشكر على المتابعة وحسن المشاهدة، وتقبلوا تحيات الفريق العامل وتحيات خالد موسى، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.